يلا يا جماعه جاهزين ولا ايه؟ عمرو جاهز؟ انت بتلعب ضغط ولا انت هتمثل؟ لا لازم تركيز. يلا. من اول وقفنا؟ اه هنقف هنا. يلا. اوكي. ورثة ايه اللي جاي تتكلم عنه ده يا راجل؟ ورث من ابويا. ولا هو الصغير في شرعك مش ورث؟ لا له ورث. بس لما يكون اصلا له حق. وانا ماليش يعني؟ لا مالكش. هو ابويا كتب في الوصية ان انا ماليش ورث ولا حاجة؟ مفيش بين الاخ واخوه ورقة وقلم يا دكتور. ورقه انما في اخ ياكل ورث اخوه عادي. وانت لو فاهم ان ليك حق ورث بجد يبقى بتستعبط او بتستهبل او بتتمارق. ايه يا دكتور؟ المصنع اللي انت عايز تورث في اراده ده رحته كام مره؟ المصنع ده اللي عامله انا، اللي شقي وتفعقد عليه انا. انا لوحدي يا دكتور. هو انت ليه محسسني ان انا ما كنتش بروح المصنع ده مثلا كسل ولا قله مسؤوليه؟ يا دكتور انا قضيت حياتي كلها بتعلم من المدرسه للكليه للماجستير لحد ما خدت الدكتوراه. الدكتوراه اللي ابوك كان بيحلم عشان اخدها. احنا الاثنين ساعدنا ابوك. انت رحت اشتغلت وساعدته في المصنع وانا حققت له حلمه ان انا ابقى دكتور. الراجل اللي ما كانش بيعرف يفك الخط فرح لما شافني دكتور واديته الشهاده وعلقها عنده على الحيطه ولا نسيت؟ لنفسك. تعلم ده لنفسك فوق. رحت اتعلمت، ايدك نعمت، ما زرعتش في الشقه والمر اللي انا عشت فيه. لنفسك يا دكتور، عشان واحد مكانك يترزع في المصنع ويكبر فيه. لو تعبك الشهاده قوي روح يا اخي وخدها، روح خدها من البيت القديم وعلقها في بيتك. خلاص ما عادتش تلزم حد. حاضر روح في الشهاده. حاضر. على فكرة أنا مش عايز الورث. خد الورث كله واطمن، أنا لا هعمل مشاكل ولا هرفع عليك قضية ولا حتى هعاتبك. بس على فكرة ده مش عشانك، ده عشان الناس ما تقولش إن ولاد عمران بيقطعوا في بعض على الورث بعد الراجل ما مات. الراجل اللي انا عشت حياتي عشان افرحه مش عايزه يحزن في تربته. الله يسامحك، الله يسامحك يا اخويا.